السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة جيمر جيمر شاشة شلايبين. اليوم وصلنا الحلقة 16 في سلسلة تختيم كراش الجزء الثاني. الحلقة السابقة واجهنا الدكتور إن جي وبدأنا نهزمه وخلصنا من الدور اللي احنا فيه. خلونا نطلع الدور اللي بعده نشوف ايش فيه. يلا، هذا راح يكون اتوقع اخر دور في السلسلة، هذا تكون اخر خمس يمكن او باقي لنا 10 والله ما ادري. نشوف. What is your problem, Bandicoot? I will not ask you again to bring me the crystals. Obtain the remaining 5 crystals, Crash, and bring them to me. يقول جمع اخر خمس كريستالات واعطني اياهم. نشوف. طيب نخلص ونشوف ايش القصة، ايش راح يصير مع كراش يعني. خلينا نشوف. يلا ان شاء الله ما نحس صعوبة في المراحل، لكن خلونا نشوف. يلا ايوه الزاوية. اوكي العب. يقول هذا انطي ورا انطي قدام. اوكي اها اوكي، بصير في لحظ شوي لكن والله محوس حاليا انا. الله ملخوم ألف. لا لا يلا، الله ضياع. على تدريب هذه اوكي. انا ننزل تحت. ايوه فوق ارجع ورا شوي، تحت حلو. جميل، نقدم هنا ناخذ دوري. والله منحوس ألف انا. الله بالحوس من جد. الله وعدينا يا شيخ، صعوبة. عظب حلو 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 حلو. اشتاه قطعة. كذا يا الاخ ما مقاعد استوعب يا اخي، والله مره صعب. والله صعب 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 التحكم.
والله الاخ ما اخ ما ابعد شيء ابعد شيء الا اصعب شيء ابوي اللي اوكي عموما السلك كامل ينفض. اوكي ما توقعت انك السلك كامل ينفض، ما اقول نفضه بس في الحاله يا اخي نكذب. والله بكون ما احلى مره صعبه، معليش يمكن بطول انا شوي. لا تحت تحت مش اخزن هنا وجا اخزن هنا يا ابوي. ايه حاس على حديد حامي انتبه. اوكي شيله خل ام تفاح بلا انت تلعب التفاح صح. والله والله ام التعقيد. احسن والله صعب تحكم فيه مره صعب. تعرف اللي مخك انت تبغى انت تبغى انت بتحفظ مثلا نفس حالة ترجع ورا ما انت بقادر تستوعب نهائيا. والله صعب 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 تتعب انت تقول صعب تتعب. كذا نبغى ينزل تحت لان عدم فوق. بس كم دي تقرب اللي هو تقرب والله بنحمى فيه بعد وسطي. لا 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 فوق. موت حلو حلو. يا الله يا المرحلة الصعبة يا وك والله يا تعبت تعب مو طبيعي يا شيخ. وبعد هذه من جد اجل من زرع حصد. الله الله ابداع. بس تعبت تركيز 5000 يا ابوي وش اللي
تركيز آخر شيء. السلام يا سلام، هذا الكستالة، هذا جوهرة 100 100. وحش، خلونا نكمل. يلا وين ال نايت فايت نايت فلايت؟ اوه ليكم بالسلام بعد لحوم مخنوق طيران. كفاية طيران، كفي والله متعب الطيران، متعب. شد اعصابك اخر شيء، شد اعصابك. السيارة تمشي ملخوم، مخك قاعد يستوعب مهارات النزول ودي ورقي وانك تدز وتهدي. اوكي ابغى امشي جامز عادي، تكفون. ايوه كذا، ابغى زي كذا بسيط يا اخي، ابسط شيء. الله الله بقى. ايوه الله الله الله، إذا ظلمت أموت ولا إذا ما خاب ظني. أوكي كله 100 100. حلوين حلوين حلوين. هذا عيبها اني لازم امشي بسرعة، لازم ما اوقف. ان وقفت ان وقفت متنا. شكلي بعيد مرحلة عشان موضوع اللي تستاهله. الله يستر، خلنا نشوف. لا 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 اي والله خلصناها بسرعة وضيعنا على ناس في الكاستالة. أجبرناهم إنهم يعطونا الجوهرة، سحبنا الكاستالة. لازم إحنا نجي نعيد مرحلة عشان ناخذ كاستالة. لازم نعيد المرحلة عشان ناخذ كريستالة. هو مرحلة مرة سهلة يعني. ليش ليش تلاخ ما لاخ لا تروح حكاك هذا، خلنا نبغى نرجع عشان ناخذ الكريستالة. اهو نبي الكريستالة، نجي مين هي في الكريستالة. يا ساتر، يلا 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 تنزل. يلا يا مدير وحش. عدز لا يوقف. تريد شنب؟ لا موت غبية ما جاية، بس على الأم هذه. أسحب على مندوبهم حبيبي.
حلوين 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 حلوين. اسحب فيه. حلو 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 حلو. وصلنا للنهاية. هذولي ايش هذا الحين ما اخذناه قبل. اي انا هدت في القمزه حقتي ما عرفت الدس الكامل في القمزه. فلين بس القمزه كامله بس انا غلطت. ما اعطاها الزحف ذي والقمزه ما اعطاها المهاره ذي. يلا اجين اجين. لازم يعطيهم هذه الزحلقة اللي هذه لازم تسويها هو. ايوه والله اني اشوف طرف المشي حقتهم عرفتوا اشوف طرفها كذا منور خفيف. خلاص النهايه ذي يب النهايه خلاص. لا والله مو بالنهايه انقلع. هذا اللي يشجي انقلع. الله يو بس نتين وين نتين فيه وين هن اوه الفوق دي سناكز. يا الله يلا عالي في حالة احنا خدناها اللي قبل احنا خدناها عطيك احنا يساوي خدناها غصب يعني. يلا المرحلة اللي بعدها في شيء اسمها باك اتاك. ايوه ولا هذه ايش قسم الباك باك هذا اللي طيرناها يصير فيها مهاجمات وكذا. الله يستر بس خنشوف كيف النظام. لو هنا نشوف الا في طيران. لا كهرب بعد لحظة مست الطرف الحدد الحامي ذا شكلنا بنسحب على اللي هي هذه الأشياء ذي نسحب على أمها ذي. حلو حلو تكفون نبغى الخزينة تكفون. بس سبحان الله شيخ يو احسنت
أحسنت. والله يا صعبة، والله يا بحر صعبة. ايش؟ اي هاي اللحظة هنا برضو. لا هاي فرصتي. اهجم عليه، اهجم علي. هاي فرصة حقتنا. لا شكرا. الوضع ما يطمن. لا يا مجنون، لا كستالة كستالة، أهم شيء كستالة. يمكن كستالة أول بس خلاص. لا استنى، أسلاك بعد يا ظلمة، أسلاك وهذا كل شيء. عدي 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 وخلصنا. يس يوك يا عمي، جعلنا ما أخذنا الصفرة جوهر. يا شيخ أنا أبغى المرحلة. ديم طيب ديم يا الله. الله لا نهام زي كذا ما أحب يا شيخ. جينا حلقاتي زي الطيران يعني، ما مشي المشي كذا ما عندي إشكالية فيه يعني، مو متعب تركيز وكذا، لكن الطيران قلق قلق لا بتحب قلق، تحتاج هذا الهوب كذا لازم كثير منه لازم. قل لي مشي تكفى، قل لي مشي. ايوه مشي شكرا. انقذ من فوق هنا اتوقع. ايب احتاجها. انا نازل نقطع عليه للاعلى هكذا. اوه يسوي مهارة انه يرفع يدي على فوق. اوكي ما عندنا نوصل. في النص يرفع اول نوع عموما يرفع يديه هو. حلو. لا خايف عليك بدو يا اخي. ايه الله في اللحظة اللي انت كيف طب خذ ارفع فوق. طب انا زحلقت. الله يستمني. الله الله يعين. ايش هو نبغى تخزينه يا ناس افهموها، نبغى تخزينه.
لا همشي معي بيوم بعيد ما هو شيء. يهو يعني ما يعني يده فوق ولا شو وضعكم ام الاستفادة انت فيه؟ لازم هالماي يجيبه صح، لازم انا بختار الوقت المناسب، يا اني انخفض عليه عادي يعني اعطيه مهارة عادية. الله يخسك يا شيخ، هذا يمشي معي يا شيخ. طيب يعني لازم اجي في النص على يديه، ما ينفع صفاء على يديه. انا امسك على المراحل الاخيره، ما في دائما اخر مراحل فراش نظام استقعاد بحت. يحبون يستقعدون تخريب جو، يقولوا صوتها يقولوا اوه والله احنا صعب ما حل عليك ها. تقريبا يمشي في الباص ذا كذا ها، ايوه عدد اوكي. الاولى فرس، الثانية تحشير. اوه شوف ترتفع هذي في الاخير فرس صح؟ وقفت عشان احنا قتلناه. اوكي اول ايش وقفت هي؟ ام اللحظة الخاصة احنا خزنا صح قبل صح؟ ايوه خزنا كويس. بإذن الله يده الله يقطع يده. يا الله هذا الاستقعاد ولا بلاش؟ لا يرحمني امك تكفى. لا 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 والله استقعاد ما يعني شنو الهم العالي تجينا انت يا حبيبي ليه؟ شوف وصخ لازم نجي على استغفر الله على العيون بالضبط، ما الا ننظفها بس او نتجاوزها. بس كذا تجاوزوا اي حمق بس. يا فهم دان تجاوزه قلع يا شيخ. ايوه لا استقعاد يا هو استقعاد. الله يلعنك ويلعن استغفر الله. الله يقطع ابليسك. لازم نديها مره لازم. حلو ما عرفناك يعني نطبق صفلا ولا وش نسوي بالضبط؟
يهو ساعت على ديك ساعت الله يقطعك يا شيخ والله ان هذا مسكين قسم بالله ايه شيح تخزينه ما مدينا ننزل على اخر محاوله هذا مفهوم صور لو اخذها سبه يرحم لي امك واخي فهمت اضربها كذا ولا ايش ايش النظام كيف الجهاز كذا هذي كيف والله هذه يبغالي ارجع بلايف كثير كذا ارجع اتفاهم مع اللعبه ذي خصوصا ما احلى ذي بالذات هذه الخطه يبغالي لازم اسويها والله كذا ما ينفع يا اخوان انا بضطر اوقف هنا عشان انا حاليا ما عندي اي لايف ما عندي اول حرب ما اسوي شيء راح اوقف هنا يعطيكم الف عافيه على المتابعه اللي ما اشترك اشترك وفعل خاصيه التنبيه عشان اول ما انزل مقطع جديد في القناه راح يجيك تنبيه بالشيء هذا فنشوفكم ان شاء الله غدا لين ما جمع الحياه كذا حلوه كذا وبعدين عندي فاهم مع المرحله ذي ياهو وش المهاره ذي جديده ذي يلا معكم على خير سلام